ناهي فل، بس هو فعليا ما فل لأنه هو بعده هون بقلبي. صحيح إنه قتلوا، بس ما قدروا يموتوا. تعرفوا ليش؟ لأنه قدر يوقف بوجههم، يوقف بوجه سلاحهم وإجرامهم بسلاحه إله، وسلاحه كله حياته ومحبة. ناهي رفض يفل من هون بلا ما يعمل شيء، رفض يفل من هالدنيا بلا ما يساعد. وبأكد لكم إنه ناهي بعده هون وأنا صوته. ولآخر يوم بحياتي أنا رح ضلني صوته، لأنه صوت الحياة وصوت الحب وصوت العدالة رح يتغلب على صوت الرصاص وعلى الجهل وعلى الإجرام وعلى المحسوبيات.